بسم الله الرحمن الرحيم، المهدي المنتظر والطريق إلى الجنة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو أن نكون بك ربي من المغرورين. أما بعد، المهدي المنتظر والطريق إلى الجنة، يتبادر سؤال يختلط على كثير من العوام والناس الذين لا يعرفون: هل الطريق إلى الجنة خلف المهدي المنتظر؟ ده سؤال نجيب عليه حتى نفهم بعض من التبست عليهم الأمور. نقول لهم: نحن والمهدي والأمة جمعاء وكل الخلق في هذا العصر، طريقنا إلى الجنة خلف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى الكلام. كل الخلق طريقهم إلى الجنة في هذا العصر وفي آخر الزمان منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، طريقهم إلى الجنة خلف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يغالي في المهدي المغالون، إنه خلف رسول الله، إن طريقه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ينشأ سؤال آخر: هل المهدي المنتظر عند البعض والمهدي كعلامة من علامات يوم القيامة عند البعض الآخر من الأمة الكبيرة، هل هو رسول أم نبي؟ كلا، ليس رسولا وليس نبيا. المهدي ليس رسولا وليس نبيا. فما الذي نسمعه من بعض الناس من أن المهدي المنتظر رسول، وبعضهم يقول أنه نبي؟ نقول: هذه بعض خربطات عند بعض الناس، وخزعبلات من أفهام بعض الناس. لماذا؟ لأن سيدنا محمد أقر له القرآن بأنه خاتم النبيين، وأقر هو في السنة المتواترة الصحيحة أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن الكريم يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. إذن هذه شهادة من القرآن الكريم بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. وأيضا في سنته صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون ويقولون: هلا وضعت اللبنة؟ قال النبي، يعني صلى الله عليه وسلم، قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. الحديث رواه البخاري ومسلم. من أجل ذلك الإمام ابن كثير يقول: وقد أخبر الله في كتابه ورسوله في سنته أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا، يعني النبوة، يعني أن كل النبوة أو الرسالة، أن كل من ادعى هذا بعده فهو كذاب دجال ضال مضل. انتهى كلام الإمام ابن كثير. وقد يعني جاء أيضا عن أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث في البخاري ومسلم، والزيادة الأخيرة دي، الزيادة الصحيحة الأخيرة هذه، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، في سنن الترمذي، وهي زيادة صحيحة. إذن لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. اسمع، لا نبي بعدي يعني ما فيش ولا نبي بعدي، هو خاتم النبيين، انتهى الأمر. لذلك ادعى رجل النبوة، في رجل ادعى النبوة، فقيل له: ما علامة نبوتك؟ قال: أنبئكم بما في نفوسكم، أخبركم باللي أنتم بتفكروا فيه، بما في نفوسكم، أنبئكم بما في نفوسكم، هذه علامة نبوتي. الرجل المدعي بيقول كده. قالوا: فما في نفوسنا؟ قال: في نفوسكم أني كذاب ولست نبي. طب ما هو ده شيء معروف، هو بيلعب على علم النفس وذكاؤه بخبرته بما يعني يفكر فيه الناس. قال: في نفوسكم أنني كذاب ولست نبي، وهو فعلا كذاب وليس نبي هذا المدعي. لأجل ذلك جاء في كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب، ادعت امرأة عشان نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. شوف، ناس كثيرين ادعوا النبوة، منهم هذا الرجل الذي ذكر في كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب. ادعت امرأة على عهد المأمون النبوة، في عهد المأمون امرأة ادعت النبوة، فأحضرت إليه، جاءوا بها في مجلس المأمون، فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا فاطمة النبي، أنا فاطمة النبي. فقال لها المأمون: أتؤمنين بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، كل ما جاء به فهو حق. قال المأمون: فقد قال محمد صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. قالت: صدق عليه الصلاة والسلام. فهل قال، هي الست بتقول، فهل قال: لا نبية بعدي؟ هو قال لا نبي بعدي، بس ما قالش لا نبية إيه بعدي. قال المأمون لمن حضره: أما أنا فقد انقطعت، فمن كان عنده حجة فليأتي بها. وضحك المأمون ضحكا شديدا حتى غطى وجهه من شدة الضحك على هذه السيدة التي تتلاعب بالألفاظ. يعني النبي قال لا نبي بعدي، طب أنا نبية مش نبي، النبي ما قالش لا نبية بعدي. أيضا أبو الطيب المتنبي، أحمد بن الحسين أبو الطيب المتنبي، اسمع من الكلمة كده التي لصقت به، ليه؟ لأنه ادعى النبوة ذات مرة، ويعني قمت ببحث في هذا الأمر، والراجح أنه ادعى النبوة. كان هناك خلاف بين العقاد وبين طه حسين، أحدهما ينفي عنه الادعاء وأحدهما يثبت، لكن الراجح أنه ادعى النبوة، أثبت ذلك العقاد والشيخ يوسف خلف وغيره من الباحثين الدارسين. وقد قمت ببحث كبير عن هذا الأمر بالأدلة القاطعة التاريخية، تم ادعاء المتنبي للنبوة لكنه تاب عن ذلك، نسأل الله أن يغفر له. المتنبي كان طموحا شديد الطموح، لدرجة أنه كان يقول: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وزعم أنه نبي، وقام بحيلة في بادية السماوة، ويعني
قال لرجل معه كلام كثير يعني نقوله في وقت آخر، لكن سجن بسبب ادعائه للنبوة. فلما سجن أراد أن يخرج من السجن بعد أن كان يدعي النبوة والطموح وما شابه ذلك، لدرجة أنه كان يقول كل ما خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي، قمة التكبر في أول الأمر أبو الطيب المتنبي. فلما سجن بعد ادعائه للنبوة قال مستعطفا لمن سجنه: أمالك رقي ومن شأنه؟ هبات اللجين وعتق العبيد، دعوتك بعد انقطاع الرجاء، والموت مني كحبل الوريد، دعوتك لما براني البلاء، وأوهن رجلي ثقل الحديد، تعجل في، اسمع البيت ده مهم جدا هنشرحه الآن، تعجل في وجوب الحدود، وحدي قبيل وجوب السجود، فما لك تقبل زور الكلام، وقدر الشهادة قدر الشهود. لكن فيه بيت خطير جدا بيقول فيه ايه بعد الصولات والجولات التي كان يزعمها، يقول تعجل، يقول للأمير الذي سجنه تعجل في وجوب الحدود، يعني بتستعجل في إقامة الحد علي، وحدي قبيل وجوب السجود، ده أنا لسه ما لم أبلغ، ده أنا لسه طفل لم أبلغ الحلم، حدي قبيل وجوب السجود، يعني أنا الآن قبيل وجوب السجود، يعني لم يجري علي القلم لتجب علي الصلاة والسجود، فلماذا تقيم علي الحدود؟ يعني أنا عيل، يعني كأنه بيقول كده أنا عيل، أخرجني من السجن ولا تؤاخذني بما قلت. تعجل في وجوب الحدود وحدي قبيل وجوب السجود. وأخرج المتنبي من إيه؟ من سجنه، لكن لصقت به كلمة الإيه؟ المتنبي. يبقى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. انظر، يبقى إذن طيب بعد قضية أن المهدي ليس رسول وليس نبي، وأن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الرسل وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، إذن المهدي ليس إيه؟ نبي وليس رسول. فهل المهدي إمام؟ نعم المهدي إمام، كما أن سيدنا أبا بكر إمام للناس في الخير، وأن سيدنا عمر إمام للناس في الخير، وسيدنا عثمان إمام للناس في الخير، وسيدنا علي كرم الله وجهه إمام للناس في الخير. وكل إنسان صالح يقدم الخير فهو إمام في باب الصلاح والخير الذي يقدمه، وكذلك الإمام المهدي إمام للناس في الصلاح والخير في زمانه، إمام للصلاح والخير في زمانه. مهدي يصلحه الله في ليلة، رجل ادعى النبوة في قنا في فترة من الفترات فبيقول لا انتوا فاهمين غلط، ده هو يصلحه الله في ليله مش في ليلة، في ليله، فهو بيصلح في مدة طويلة مش في ليلة واحدة، وراح مدعي بعدها ان هو ايه، ان هو المهدي الرجل اللي من قنا، وانتهى امره، كلهم بيخرجوا وينتهي امرهم. لذلك فالمهدي إمام، أيوة إمام، إمام في الصلاح والخير والتقوى، هادي مهدي تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حاكم عادل وإمام صالح ورجل صالح تقي، لكنه خلف رسول الله، مهتد برسول الله، مقتد برسول الله، جاء لإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، يعني بيخرج ناس غرسا، يعني بيخرج ناس صالحين يستعملهم في طاعته. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، أي يخرج رجالا من الصالحين تنهض بهم الشعوب
وتحيا بهم الأمم، يغرسهم الله غرسا ويختارهم ويرعاهم. وهذا الاختيار لا علاقة له بوحي ولا نبوة، لكنه من قبيل أن الله يرسل على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فسيخرج المهدي في آخر الزمان صالح، يقيم الله على يديه العدل، ويجري الله على يديه الخير، وتمتلئ الدنيا قسطا وعدلا على يديه بإذن الله تعالى. لكنه ليس رسول وليس نبي، وليست كل الإضافات والخزعبلات التي تناقض الكتاب والسنة التي ادعاها البعض وأضافها إليه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.